أو الحين طلعت كوليكشن ثاني بعد نجاح الكوليكشن الأول. أحس إني مرة مبسوطة الحمد لله، يعني يا رب إن في كثير ناس عجبهم اختياري وذوقي، فأبغى أوريكم الكوليكشن الجديد. طبعا أنا كنت معتمدة على الخفيف، أنا ستايلي في العطور الخفيفة الفرنسية اللي من النهار لين الليل كذا، فيها كذا شيء مرة حلو، لأن الشخص لما يمر من جنبكم تعرفون شخصيته من عطرة. فأنا هذا ستايلي، بس هالحين سويت أقوى هيرمس ما تخيشون، يعني يموت يموت يموت. أنا زال أحب الهيرمس مرة، فسويت كوليكشن هيرمس مو طبيعي، ريحته ثقيلة، اخترت روائح شوي ثقيلة علشان يعني تكون الشعر يظل الريحة معكم تطول، لما تنامون لما تصحون تبقى معكم الريحة. فاخترتها تسوون لها ميكس مع بعض، وأوريكم إياها الحين. المهم الخلطة عبارة عن عود وبخور، لما تحطونها راح تحسون ريحة الشعر اثنينهم مع بعض، ريحة عود وبخور. عشان كذا انا خليتها مع بعض، ما خليتها منفصلين واحد وواحد، لا خليتهم مع بعض، ريحتهم تموت. انتم تشمونها فيكم، يعني اذا فكيتي الشعر تشمينها فيك لفترة طويلة. وانا استخدمه اعتمدته، يعني انتم مو متخيلين من متى انا مسويته، عشان كذا التاريخ هذا يعني هو له سر، فسمينا العطرين في التاريخ هذا. تقدرون تطلبونه التوصيل لكل دول الخليج. بالتوفيق. Thank you.